أهلا بكم. لم تصل بريطانيا مرحلة ذروة تفشي الوباء بعد، ومع ذلك فحصيلة الإصابات والوفيات تتفاقم على نحو مقلق. خرجت الملكة إليزابيث الثانية عن صمتها المعهود فاعتلت المنبر وخاطبت شعبها بضمير وطني مألوف، مستحضرة الماضي بحلوه ومره ومستنهضة الهمم للمستقبل. ينتظر الوزراء معلومات مبشرة عن رئيسهم بوريس جونسون الذي أوصلته أعراض الإصابة بالفيروس إلى غرف العناية المركزة. قراءة ترى أن الوقت قد فات على تلافي الأخطار، وقراءة أخرى تجزم بأن استعادة السيطرة على الوضع لا تتطلب أكثر من قرارات سريعة جريئة وناجعة. حلقتنا هذه الليلة بعنوان بريطانيا باتجاه مراجعة خطط مواجهة كورونا المستفحل. لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن كل من الدكتور محمد قواس الباحث والكاتب السياسي، والدكتور حميد الكفائي الباحث الأكاديمي والمستشار في شبكة العلوم الدولية. سؤال على السريع، هل هز الفيروس تاج بريطانيا العظمى؟ أبدأ معك دكتور محمد. يعني لا أعتقد ذلك. بريطانيا مرت في ظروف صعبة وتاريخية ودراماتيكية، كان آخر الحرب العالمية الثانية، وطبعا نعلم جيدا مقدار الألم والدمار الذي أتى على هذا البلد، ومع ذلك كان هذا سببا لتأخذ هذه البلد نوع من الفخر ونوع من الوحدة الداخلية. أعتقد نعم. أنها تجربة جديدة وليست ضربة ضد التاريخ. ما هي رؤيتك دكتور حميد؟ أعتقد أن التاج البريطاني بخير، ولكن الشعب البريطاني قلق والناس حذرة من المستقبل. بالتأكيد هناك حاجة للالتزام بالتعليمات الصحية، وهذا هو الذي دعا الملكة لأن تتدخل. نعم، لهذه الأجوبة الموجزة براهين نستفيد فيها بعد دقيقة واحدة من أبرز عناوين المتعلقة بفيروس كورونا في العالم وفي المنطقة. أبدأ معك دكتور محمد، يعني جونسون في العناية المركزة، الملكة إليزابيث تدخل على الخط، بريطانيا الثامنة عالميا والخامسة أوروبيا على مستوى المصابين، كيف يمكن توصيف باختصار الحال في بريطانيا؟ يعني الوباء فاجأ بريطانيا وفاجأ المخططين في بريطانيا، حتى أنه الجواب الرسمي للحكومة البريطانية في بادئ الأمر كان يعني مهملا وهمش هذا الوباء. ونعرف جيدا نظرية مناعة القطيع التي أطلقها بوريس جونسون نفسه قبل أن تتراجع هذه الحكومة وتكتشف مقدار حجم الضرر الذي أصاب البلد، بما فيها إصابة قيادات في بريطانيا. نتحدث عن ولي العهد، نتحدث عن رئيس الحكومة، نتحدث عن وزير الصحة، نتحدث عن مستشارين داخل الحكومة، بمعنى أن هذا الوباء لا يعرف كبير ولا صغير، ولا يعرف أيضا كل الخطط التي وضعتها الحكومة. نعم. والتي فاجأت طبقة العلماء أو نخبة العلماء التي تقود هذه المرة الإجراءات الرسمية البريطانية. دكتور حميد، كيف استقبل البريطانيون نبأ دخول رئيس الوزراء لغرفة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن؟ ماذا يعني أن يتسلم وزير الخارجية دفة الحكم الآن؟ أعتقد أن الخبر كان صادما، خصوصا وأن بوريس جونسون معروف بالعنفوان والقوة والنشاط المفعم بالحيوية، وكان دائما مقداما في تصرفاته رغم الاعتراضات على بعض سياساته. خبر دخوله المستشفى ثم العناية المركزة كان صادما للشعب البريطاني، وقد
أنذر الجميع بأن هذه الجائحة، هذا الفيروس هو خطير جدا. ماذا عن تسلم وزير الخارجية الآن للحكم؟ نعم، وزير الخارجية، وهذا هو في العرف البريطاني، وزير الخارجية هو الشخص الثاني في الحكومة، ويسمى الوزير الأول باعتبار أنه يتسلم زمام الأمور. عادة هو بمثابة نائب رئيس الوزراء، لا يوجد منصب نائب رئيس الوزراء في بريطانيا. نعم. ولكن وزير الخارجية هو الوزير الأول. نعم. دكتور محمد، في حدث تاريخي الملكة إليزابيث وجهت خطابا إلى البريطانيين، أشارت فيه إلى قصص ملهمة حصلت في دول الكومنولث والعالم. ما دللت هذا الخطاب؟ هل هو لطمأنة الناس كما يفهم من أسلوبه، أم لتحذير كما يفهم من توقيته؟ يعني أولا، تدخل الملكة هو تدخل نادر في تاريخ المملكة، هذا يعني أن المصاب كبير وهناك حرب تتعرض، أو دعيني أقول حرب بقاء تتعرض لها هذه الدولة. وفي التاريخ كما نذكر كيف كان التدخل الملكي في لحظات معينة المتوجه إلى الأمة هذه المرة، وواضح أن ما تعاني منه بريطانيا لا يمكن لإجراءات حكومية وقرارات وزارية فقط أن تلبي، أن تستطيع أن تقنع الشعب البريطاني بأزمته. وبالتالي هذا الشعب البريطاني الذي لطالما، على الأقل خلال السنوات الأخيرة، تعرض لانقسامات خطيرة، يحتاج إلى من يتحدث إليه بلغة الوحدة ولغة المصيبة الواحدة. لم يكن هذه المهمة لتكون إلا من بالرمز الذي يوحد هذه الأمة، وهو رمز الملكة شخصيا. دكتور حميد، لنعود لأسابيع إلى الوراء، أين أخطأت الحكومة البريطانية في التعامل مع فيروس كورونا؟ أعتقد أنها تأخرت في فرض ما يسمى بالحجر الصحي. لا يوجد حظر تجوال في بريطانيا حتى الآن، بإمكان الناس أن تخرج وتتسوق، ولكن هناك نصائح بالبقاء في البيوت. للأسف تأخرت الحكومة البريطانية، وكان هذا معروفا. ربما شعر البريطانيون وشعر بوريس جونسون تحديدا بأن المشكلة هي لن تصل إلى بريطانيا بالحجم الذي وصلته لاحقا. نعم. سوف تبقى في الصين، لذلك تأخرت، ربما تأخرت أسبوعين. نعم. أو أكثر قليلا في فرض الحجر الصحي. نعم، أسبوعين طبعا كانوا غيروا مسار الأحداث في بريطانيا وحتى في العالم. دكتور محمد، السياسيون يرون أن جونسون لم يكن مقدرا لخطورة الوضع منذ البداية، كان يتحدث عن العدوى الجماعية، عن مناعة القطيع. هل إصابة جونسون وولي العهد ووزيرة الصحة وغيرها من المستشارين الكبار في الحكومة البريطانية هي التي جعلت أو حثت على تغيير المسار في معالجة الفيروس؟ أولا، يجب التذكير أن العالم بأجمعه لم يكن على قدر المستوى. لا نتحدث فقط عن بريطانيا، كل أوروبا، ولاحظي معي الولايات المتحدة نفسها، وتصريحات الرئيس ترامب نفسه الذي كان بشكل أو بآخر غير مهتم بأن هذا الوباء بإمكانه أن يصل إلى أحضان أوروبا والعالم الغربي. خطأ الحكومة البريطانية أنها تبنت سريعا نظرية علمية، وهي نظرية بالإمكان تنفيذها في المختبرات، ولكن لا يمكن تنفيذها في بلد مثل بريطانيا، بلد كبير. كان يمكن لهذا الخيار، تحدث عن مناعة القطيع، أن تودي بحياة مئات الألاف وربما الملايين في طبعا تتحدث عن مناعة القطيع، هذا هو الخيار. طبعا عن مناعة القطيع، وهو طبعا حتى الآن هذا يعني أسلوب يتم التعامل معه في بلد صغير كالسويد مثلاً، ومع ذلك السويد تتراجع عن هذا الخيار. لكن بكل الأحوال لا يمكن أن نذهب إلى خيار تجريبي في دولة مثل بريطانيا. صحيح. ويعني من سخرية القدر أن المرض لم يستفحل فقط داخل المجتمع البريطاني، وصل إلى أعلى القمة. كنت منذ قليل أتحدث عن مؤسسة الملكية بشخص ولي العهد، عن رئيس الوزراء صاحب هذه النظرية شخصيا، عن وزير الصحة المناط به هذا الملف، بالإضافة إلى الميديكال أدفايزر، المستشار الطبي للحكومة. وهي من سخريات القدر. صح. أن يذهب هذا المرض ويستقصد ويصوب أهدافه نحو هذه الأهداف. دكتور حميد، تم طبعا التغيير في التوجهات والإجراءات، كيف تقيمها اليوم؟
أعتقد أن الإجراءات فاعلة اليوم، ولكن الإصابات بدأت تتزايد والوفيات أيضا تتصاعد في بريطانيا، ولكن يتوقع أنه خلال الأسبوعين المقبلين سوف تبدأ بالتنازل قليلا، وربما تخرج بريطانيا من الأزمة في نهاية هذا الشهر أو الشهر المقبل. قبل النقاش ما زال مستمر معكم، لا تذهبوا بعيدا، نعود بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. قبل أن نواصل حوارنا موجز دقيقة بأحدث الأرقام والإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا وتداعياته حول العالم. واصل الحوار وأعود إلى دكتور محمد قواص في لندن. دكتور محمد، في بريطانيا الجيش يقدم ملابس واقية لعشرات المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، أيضا تمت إعادة آلاف الممرضات والأطباء المتقاعدين للعمل من جديد. كيف يمكن تقييم النظام الصحي البريطاني؟ هل ما زال قادرا على مواكبة الأزمة بشكل جيد؟ النظام الصحي البريطاني أساسا هو في حالة مشكلة، وكل انتخابات كانت الأحزاب تتنافس على وعد المواطنين بتطوير هذا النظام الصحي. تعرفين جيدا أن يعني في بريطانيا يقفون الناس في الطوابير من أجل إجراء عمليات جراحية أو الذهاب إلى فحوصات متقدمة طبيا. هذا هو تقليدا النظام الطبي البريطاني لا يستطيع أن يواجه جائحة من النوع الذي حصل، وهذا طبعا ليست يعني خصوصية بريطانية، كل الدول المتقدمة فاجأتنا جميعا بانهيار نظامها الصحي الذي لم يكن مبرمجا أساسا لمواجهة فيروس إلى هذه الدرجة مجهول من قبل النخب العلمية. ولا أعتقد حاليا أن هذه الأزمة بإمكانها أن تغير شيء داخل النظام الصحي البريطاني. هذه الأزمة أزمة دولية عالمية، المطلوب الرد عليها بشكل جماعي وليس بالمفرق كما يجوز للبعض. دكتور حميد، إذا ما وضعت طبعا هذه الأزمة وضعت النظام الصحي البريطاني أمام مرآة، ما الذي سيتغير من بعدها من وجهة نظرك في هذا النظام بالتحديد؟ النظام الصحي البريطاني ابتداء هو الأفضل والأقل كلفة في العالم، وهذا شيء معروف. المشكلة فيه أنه أنشئ في زمن حزب العمال، زمن حكومة حزب العمال، ودائما هناك صراع سياسي حول خدمة الصحة في بريطانيا. يأتي المحافظون فيقلصون النفقات على النظام الصحي، ويأتي العمال بعدهم فيعززون من هذا من النفقات. أعتقد أن النظام الصحي الآن أثبت جدارة في بريطانيا، نظام الخدمة العامة، وأن المستقبل سوف يشهد المزيد من الإنفاق على هذا النظام الصحي، وأن المحافظين بمن فيهم بوريس جونسون وهو من أقصى اليمين البريطاني أدركوا أن النظام الصحي ضرورة وطنية وضرورة إنسانية، لذلك فأعتقد أنه سيحصل على المزيد من الأموال في المستقبل. نعم. دكتور محمد، هل لديك تفسير بعد هذه المقاربة لماذا استطلاعات الرأي تبين أن هناك شعبية مرتفعة لحزب المحافظين رغم أنهم لم يدعموا أبدا النظام الصحي البريطاني في ماضي؟
طبعا هي مفارقة غريبة. أنا أريد أن أعيدك إلى الولايات المتحدة عندما صوت الناس إلى دونالد ترامب الذي قضى على أوباما كير، وهو نظام صحي يفترض كان أن يضمن يعني تغطية صحية لطبقات للملايين. كثيرة. في صحيح. بريطانيا هنا في بريطانيا أيضا هناك شعور أن البلد في أزمة كبرى، وأن البلد يحتاج إلى وحدة، وأن هذه الوحدة بقيادة حزب المحافظين حاليا يجب الحفاظ عليها من أجل مكافحة هذا الوباء. علما أيضا أن حزب المحافظين قد تغير الأداء الأخير في الأسابيع الأخيرة لحكومة بوريس. بوريس جونسون، لدينا شعور أنها حكومة يسارية ذهبت، يعني بعد قليل ستؤمم مجموعة من المؤسسات بدفع ميزانيات كبيرة للنظام الصحي وبتقديم معونات ضخمة، وبالتالي أيضا هذه ليست سياسة يمين، هي سياسة يسار. يسار الظروف نوعا ما. حكمت طبعا دكتور تماما. محمد. دكتور حميد، كيف تأثرت الصناعات الطبية في بريطانيا بهذه الأزمة؟ أكيد أنها الآن تحت الضوء في هذه الجائحة التي تمر بالعالم وببريطانيا. بالتأكيد هو ليس فقط في بريطانيا، وإنما هذا الوباء جديد ولا أحد يعرف الكثير عنه. العالم يكتشف هذا الفيروس، والمؤسسات العلمية تحاول أن تفهم الفيروس أولا، ثم تجد العلاج أو اللقاح أو كيفية الوقاية منه. حتى طرق الوقاية لم تعد معروفة بدقة، ولكن بالتأكيد الآن نعم، العالم كله الجهود واضح. تتضافر من أجل إيجاد حل وإيجاد علاج نعم، ولقاح مع ومعرفة بقية المخابر طبعا الفيروس بدقة. والدول. دكتور محمد، أزمة كورونا لها تداعيات اقتصادية كبيرة على العالم وطبعا على بريطانيا. كيف كان التأثير على الاقتصاد البريطاني بعد خروجه من بريكسيت؟ اليوم بريطانيا ليست في الاتحاد الأوروبي. بريطانيا كانت يعني مستعدة أن تذهب ببرنامج اقتصادي واعد بسبب البريكسيت، تريد أن تثبت لمن صوت لهذا البريكسيت بأنها تستطيع أن تنقذ نفسها. بريطانيا حاليا لا تعاني من أزمة مختلفة عن الأزمات التي تعاني منها بقية الدول الأوروبية، يعني دول كإسبانيا أو دول كإيطاليا تعاني معاناة أكثر بكثير من المعاناة البريطانية، وخصوصا أن بريطانيا لها يعني لها دلال معين عند الولايات المتحدة. حاليا لا أعتقد أن الاقتصاد البريطاني مهدد. نعم. كل ما يهدد العالم يهدد بريطانيا، والكل تقريبا يركز على نوعية اللقاح ونوعية العلاج الذي سينهي هذا الوباء. نعم دكتور حميد، بريكسيت أضعفت بريطانيا في مواجهة الأزمة العالمية أم تواجهها مفردة ولكن بقوة؟ أعتقد أن بريكسيت هي ضرر كلي على بريطانيا، وبريطانيا حتى الآن هي لم تتأثر بسبب أنها تعامل معاملة العضو، لأنها لم تخرج فعليا وإنما خرجت رسميا. بالتأكيد الخروج من الاتحاد الأوروبي له تبعات اقتصادية سيئة، وهذا هو رأي معظم الاقتصاديين والخبراء في شؤون المال. دكتور محمد، بريطانيا تملك إرث ثقافي سياسي مشترك مع مجموعة دول الكومنولث التي يقارب عددها مجتمعة ملياري نسمة. طبعا بريطانيا تأخرت عن مساعدة هذه الدول، من وجهة نظرك كيف سيؤثر ذلك على مصداقية بريطانيا في المستقبل مع هذه الدول بالتحديد؟ يعني أعتقد أن الوباء هو مفاجأة للنظام الدولي، وبالتالي أحدث زلزال داخل النظام الدولي، لكن من المبكر الحديث عن استشراف لنظام دولي آخر. أنا لا أعتقد أن علاقات بريطانيا بالعالم مهددة، وخصوصا مع دول الكومنولث، كما أنني لا أعتقد أن هناك ما يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي رغم كل هذه التجربة التي يعانونها، ورغم كل العتب الذي يخرج من إيطاليا وإسبانيا في هذا الموضوع، ورغم أيضا كل العتب الذي
يوجه إلى الولايات المتحدة في سطوها بين مزدوجين على صفقات آتية من الصين. كل نعم ذلك هو جزء من حرب البقاء، لكن بعد ذلك وبعد تجاوز الموضوع وبعد خروج أول لقاح أو أول علاج، أعتقد أن العالم سيعيد حساباته بشكل عقلاني وليس بشكل انفعالي. سؤال لكما، في الذهنية البريطانية التي تعاملت مع الكثير من الأزمات والأعاصير من هذه الأزمة وغيرها، ما الذي سيتغير في بريطانيا على مستوى ميزانيات بعض القطاعات؟ يعني هل سيلجؤون مثلا لرفع ميزانيات مثل الصحة والبحث العلمي؟ هذا ما قصدت به، ما الذي سيتغير من وجهة نظرك؟ وأبدأ معك دكتور حميد. بالتأكيد سوف تزداد المساعدات ويزداد الإنفاق على البحث العلمي وعلى الشؤون الصحية وخدمة الصحة، هذا مؤكد. وبالتأكيد سوف تزداد المساعدات للطبقات الفقيرة. نظام الضمان الاجتماعي في بريطانيا هو نظام جيد ومحكم، وهو الآخر محل تنافس وجدل بين الحزبين الرئيسيين المحافظين، حزب المحافظين وحزب حزب العمال. العمال العمال دائما يميلون إلى مساندة الفقراء وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، والمحافظون على العكس منهم. دكتور محمد، في دقيقة، ما الذي سيتغير في بريطانيا؟ يعني أعتقد يجب الانتظار أن يتغير ظهنية معينة سادت هذا البلد والتي أدت إلى الاستفتاء وأدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بريطانيا لم تستطع أن تواجه هذا الوباء لوحدها وبمواهب بريطانية وبمؤسسات بريطانية وبكفاءات بريطانية، فبالتالي ذلك أيضا سيسلط المجهر على تفكير آخر بأن بريطانيا لا يمكن أن تكون جزءا وحيدا مستقلا منفصلا عن فضائها الأوروبي، وهذا طبعا ننتظر أن يعني نصوص في هذا الشأن. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قبل النقاش، كان عنوانها بريطانيا باتجاه مراجعة خطط مواجهة كورونا المستفحل. جزيل الشكر لضيفي من لندن عبر سكايب، دكتور محمد قواس الباحث والكاتب السياسي، ودكتور حميد الكفاية الباحث الأكاديمي والمستشار في شبكة العلوم الدولية. اليوم 7 أبريل تحل الذكرى 70 لليوم العالمي للصحة التي هي ضالة البشرية. اليوم بالبقاء في البيوت نساعد الذين يضحون بأنفسهم على الجبهات الأمامية من أجل الحفاظ على أنفسنا. في لفتة إنسانية رأت منظمة الصحة العالمية أن يتم هذا العام إحياء اليوم العالمي للصحة بالاحتفال بعمل كادر التمريض والقبالة. هي مناسبة لتذكير القيادات والشعوب بالأدوار الجسيمة التي تطلع بها الكوادر الطبية في مواجهة المخاطر. فابقوا في بيوتكم من أجلهم. تصبحون على خير.